بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الزملاء الأحباء، أبنائي الأطباء البيطريين من كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل سويا الحلقة الثالثة من أمراض المغص في الخيول، وقد تكلمنا في الحلقتين السابقتين. الحلقة الأولى كانت عن المغص، تعريف المغص، أسبابه وأنواعه وأعراض كل نوع من المغص. وحلقة الأسبوع الماضي تكلمنا عن وسائل تشخيص المغص في الخيل. لذلك ضروري جدا اللي هيتابع معايا حلقة النهاردة يكون سمع الحلقتين الماضيتين، لأن هما التشخيص هو أساس العلاج. واحنا قلنا ان التشخيص بيمثل 75% من نجاح الطبيب المطري في علاج الحالة، وال25% دول بيبقوا بالنسبة للتشخيص الصح. ان شاء الله سهل ان هو يختار الدواء ويعالج الحالة صح. فحلقة بتاع النهاردة مهمة جدا، لان احنا هنتكلم فيها على الخطوط الرئيسية لعلاج المغص في الخيل بأنواعه المختلفة. الخطوط الأساسية لعلاج المغص في الخيول النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أنواع العلاج، في ميديكال تريتمنت وفي سيرجيكال تريتمنت. هنتكلم إمتى إن إحنا نحكم على الحالة إن هي مش هتستجيب للعلاج الدوائي وضروري إن إحنا نحولها لقسم الجراحة، ده لو في متوفر مستشفيات قريبة منك. ايه هي الاعراض اللي تقول الحاله دي خلاص ديت لازم تتحول لجراحه. وبعد كده هنتكلم على الخطوط العامه لعلاج حاله مغص بصفه عامه، اللي هي بتشمل 3 حاجات: مسكنات للالم وفلويد سيرابي والمسهلات او البرجاتيفز. دول 3 نقاط مهمين جدا وفيهم نواحي خبرات عمليه مهمه، كثير من الاطباء البيطريين ما بياخدش باله منهم، ان الحيوان اللي عنده مغص ممكن يكون عنده جفاف وعنده الم شديد وعنده النفاخ او لكمه في الامعاء بتحتاج ان احنا ندي مسهلات. بعد كده هنتكلم بقى، هيبقى كلام سهل بعد كده، تطبيق على الحالات المغص. فعندنا علاج للمغص التشنجي اللي هو سبازمودك كوليك، وهنتكلم باذن الله عن علاج مغص لكمه الامعاء او اللي هو اوبستراكتيف كوليك، وهنتكلم على المغص الغازي او الجاز كوليك او اللي بنسميه فلاتيولنت كوليك. وبعد كده نشير اشارة سريعة للساند كوليك اللي هو المغص الرملي. وبعد كده في ادوية خطر وضروري جدا ومهم ان الطبيب البيطري ما استخدمهاش في المغص، وهنقولها ان شاء الله بالتفصيل لو الوقت سمح ان احنا نخلص المحاضرة دي النهاردة او ان احنا ناخدها على مرتين. بعد كده الوقاية خير من العلاج، ان احنا دايما لازم ناخد الاجراءات الوقائية عشان ما تتكررش حالات المغص في اسطبل الخيول او في مزرعة الخيول، خاصة لو في دكاترة مشرفين على تجمعات للخيول. فلازم ان هو كطبيب يبقى عارف ايه هي الحاجات اللي بتعمل مغص للخيل، وبالتالي بيتجنبها ويتجنب ان الحيوان يتعرض ليها. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على أساسيات التشخيص، بذكر بس حضراتكم بالنقاط العامة اللي هي خاصة بالتشخيص حالة مغص. إن احنا بناخد الكيس هيستوري من خلالها نقدر نعرف إذا كان الحيوان ده المغص ده هل هو أكل أكل مثلا جرين ساكولنت فود فعنده نفاخ، أو أكل أكل كتير فيه عفونة، أو حصل له أوفر فيدنج للكونسنتريتس فممكن نتوقع يكون عنده obstructive colic، او المغص ده نتيجة مغص تشنجي نتيجة ان هو بذل مجهود او شرب مياه كتير او عنده ديدان او حاجة زي كده بنسميه spasmodic colic. بعد كده بيجي دوري انا كطبيب ان انا ابدأ اعمل فحص للحالة physical exam، باخد الحرارة وبقيس النبض واسمع القلب وافحص الأغشية المخاطية، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل المرة اللي فاتت. وبعد كده ضروري مهم الطبيب البيطري اللي هيشتغل في الخيول لازم انه يعمل ريكتال بالبيشن كوسيلة من وسائل التشخيص، ولازم يتعلم ازاي يدخل انبوبة لي معدي من خلال الانف زي ما ورينا لحضراتكم في المحاضرة الماضية.
لو متوفر ان هو يعمل سونار او يبعت الحالة للمستشفى يعملوا سونار عشان يتأكدوا نوع المغص اللي عند الحيوان. ممكن احيانا بعض الحاجات تحتاج لأشعة اكس راديوجرافيك لتشخيص حالات المغص الرملي او حصوة في الامعاء اللي هي مسميها انثيروليس، ويبعت عينة للمعمل عشان يعمل لنا السي بي سي وبلاد بايو كيمستري عشان نحدد درجة الجفاف ونحدد ايه هي العناصر اللي محتاجينها نديها للحيوان في حالات المغص. في بعض الحالات ان احنا بنفشل ان احنا نعرف المسبب الرئيسي للمغص، فبنعمل حاجة اسمها اكسبلوراتري سيرجري او لابوروتومي، نفتح ونشوف ايه المشكلة بالظبط الموجودة. لكن زي ما قلنا مش مهم ان الدكتور في كل حالة مرضية هيعمل التسع حاجات دول او الثمان حاجات دول، لكن احنا بامكاننا كطبيب ان انا اخد الهيستوري واعمل فحص للحالة، يكون معايا سماعة وترمومتر ومعايا جوانتي وادخل ايدي وافحص الريكتم، افحص الكولون والسيكم عشان اشوف انتفاخ او في لكمة، وبدخل السومك تيوب هنا كوسيلة للتشخيص، وايضا هحتاج ان انا استخدمها كوسيلة للعلاج. عشان كده مفيش غنى ان انا هستخدم، وينفعش ان انا ادي دواء عن طريق الفم، لكن لازم اديه عن طريق انبوبة اللي المعدي اللي بندخلها عن طريق النسر. فالعلاج المغص زي ما قلنا ان ميديكال، في ميديكال تريتمنت وفي سيرجيكال تريتمنت. والنسبة العالية الحمد لله بفضل الله ان الطبيب الخيول 90% من الحالات اللي هتقابله بتبقى ميديكال تريتمنت، ممكن تتعالج ميديكال، وكل 10 حالات من كل 100 حالة ممكن تحتاج ان هي تتحول لمستشفى او تدخل عملية جراحية. يعني انت معاك 90% من الحالات ممكن تعالجها ان شاء الله، بس بشرط انك انت تسرع بالعلاج، التشخيص الرئيسي التشخيص صح، والحالة تروح لها بدري، ما يقعدش صاحب الحالة يجرب فيها أدوية يومين ثلاثة أربعة وبعد كده تروح للحالة متأخرة. لأن لو أنت أحيانا الطبيب بيكونش هو له دخل في زيادة حالات اللي بتحصل فيها نفوق أو بتتحول للمستشفى، لأن أصحاب الحالات في الخيل دايما يبقى عنده بعض الأدوية ويجرب ويعالج ويدي بسكوبان ويدي فينادين ويدي شربة زيت وممكن الحالة بتبقى محتاجة مثلا محاليل كمية كبيرة محتاجة كذا، فأنت تروح تلاقي الحالة متأخرة. في الحالة دي بقى بتزيد النسبة، ممكن تصل إلى 50-50، يعني يبقى 50 ميديكال و50 ممكن يحصل لهم نفوق أو يحصل لهم يحتاج إلى حالة تدخل جراحي، وده بيبقى خطأ من أصحاب الحالات أو من أصحاب مزارع الخيل في تأخرهم لإبلاغ الطبيب بالحالة، ظنا منه إن الحالة دي سهلة، أنا عالجت حالة قبل كده مثلا بالفينادين أو بالبسكوبان أو بالأنالجين أو بشربة زيت. لكن مش كل الحالات هتخف، لأن ده أسهل نوع من المغص اللي هو بيخف بالحالات البسيطة دي. زي ما هنشوف دلوقتي في حالات لازم تتاخد محاليل بكميات معينة في أوقات معينة بتركيزات معينة. الجدول ده مهم جدا، اللي بيحكم على الحالة دي ممكن إن أنا أعالجها ميديكال ولا الحالة دي باد بروجنوزس وممكن تموت مني، أو إن أنا لو عندي مستشفى أحولها للإيه تتعالج جراحي. أول حاجة بسمع بالسماعة القلب الهارت ريت، لو لقيت ضربات القلب أقل من 60 في الدقيقة يبقى كده الحالة إن شاء الله إيه كويسة وممكن إيه مفيش فيه خطورة، مفيش أعراض إندوتوكسيميا، مفيش أعراض سيركولاتري تشوك، وممكن الحالة تستجيب للعلاج ميديكال. لكن لو هي زايدة عن 60 يبقى كده بحط نقطة، دي نقطة معينة مش كافية إن أنا بس عشان ضربات القلب فوق 60 إن أنا أحول حالة جراحة، لا، في حاجات تانية هتشترك معاها لو موجودة كلها 5 6 نقاط، أقول الحالة دي بقى بروجنوزس وأفهم صاحب الحالة الكلام ده. يعني لقيت النبض مثلا 70 80 90 100 يبقى دي نقطة تكتبها كده في الدفتر عندك إن في مشكلة في إيه ضربات القلب عالية وفي هنا خطورة على الحيوان. بعد كده أشوف الحيوان وأسأل صاحب الحالة أو أدخل إيدي وأشوف فيه فيسس في الريكتم ولا لأ، اللي إحنا قلنا ريكتال بالبيشن. الراجل يقول لي لأ ده بقاله يومين ثلاثة ما بيعملش ديفيكيشن، يبقى دي برضه باد بروجنوز، دي حالة ممكن يعني خطرة وممكن تحتاج تدخل جراحي.
لكن لو لقيت في ديفيكيشن يبقى ده بإذن الله حالة سهلة وإن شاء الله هتستجيب للعلاج. تالت حاجة ودي المهمة، بشوف درجة الجفاف بالنسبة للحيوان. درجة الجفاف عندي في درجة مودريت، أعراض هنتكلم عنها تاني بعد لما نيجي نتكلم على العلاج، أو لو بعت عينة للمعمل ألاقي البي سي في أقل من 40. البي سي في النورمال إن هو من 30 ل 40، لو لقيته في من 30 ل 40 يبقى ده كويس، مفيش جفاف في الحالة، والحالة دي ممكن إن شاء الله تحتاج شوية محاليل بسيطة وكده. لكن لو لقيت البي سي في أعلى من 40، يعني وصل 50 أو 55، يبقى دي حالة باد برجنوزس وممكن تموت مني، أو ممكن تتعالج برضو، او ان انا ايه احولها للجراح. يعني دي كلها نقاط سلبية اللي هي على الجدول اللي على اليمين، ان النبض ضربات القلب فوق الـ60 ومفيش ديفيكيشن، والحيوان البي سي في بتاعته اكتر من 40، والكالر ميوكس ممبرين الاقيه سيانوزد، بينما لو نلاقيه نورمال بينك كالر يبقى ده طبيعي، الحالة كويسة. والكابيلاري ريفايل تايم ان انا بضغط على اللثه وما بترجعش الى طبيعتها الا بعد 4 ثواني، ده برضو كل الحاجات دي بتقول لي الحاله دي خطره. النبض القلب زايد، مفيش ديفيكيشن، البي سي في عاليه، اعراض سيانوزس في الميوكوس ميمبرين، والسي ار تي فوق الـ4 سكند. وبعدين لما اجي اسمع السماعه، اسمع السماعه على الناحيه اليمين والشمال، ما اسمعش حاجه خالص، اسمع صوت يبقى ده كويس، لكن لو مفيش صوت برضو ده علامة سيئة ان الحالة دي ممكن ما تخفش معايا او تتحول للجراح. والريكتال بالبيشن ان انا ادخل ايدي الاقي السيكم كويس او الكولون كويس، مفيش فيه امباكشن ولا فيه تمبني، او الاقي ابنورماليتي الاقي الكولون مليان بالاكل او السيكم مليان بالغازات، يبقى دي برضو حالة ايه ممكن تحتاج جراحة. الجاستريك ريفلكس دي مهمة أوي أوي، واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، اللي هي لما بدخل أنبوبة لي معدي من خلال الأنف وأنزل دماغ الحيوان تحت، ألاقيه منزل جردل سوائل من المعدة. جردل دي يعني فوق الـ5 لتر، كون إن المعدة أصلا كمية الفلويد اللي فيها ما تزيدش عن 2 لتر، المفروض إن هي ما تنزلش حاجة، وأنا بنزل دماغ الحيوان ما يتنزلش حاجة وتنزل كمية بسيطة أقل من لتر، يبقى ده نورمال، ما عندهاش حالة تمدد في المعدة. لكن لو نزلت أكتر من 5 لتر دي تبقى باد بروجنوزز برضو، ومحتاجة له نوع من العلاج هنتكلم عنه إن شاء الله. لو لقينا ساين أوف إندوتوكسيميا بدأت تظهر على الحيوان، اللي هي بقى الحرارة عالية والحاجات اللي هي النبض عالي والساينوز ميوكوس مبين، كل ديت فبنقول كل حالة 10 حالات مغص بنعالج منهم 9، وحالة يمكن هي اللي بتتفوت مننا. لكن لو تأخر أصحاب الحالات في الإبلاغ عن الحالات ممكن النسبة دي تزيد. بنرحب بالزملاء جميعا معنا، ونتمنى إن شاء الله العدد يزيد، لأن المحاضرة دي مهمة لأي طبيب هتجيله حالة دونكي أو حالة ميول أو حالة إكواينز، يعني الخيول والحمير والبغال، كل ده داخلة في الكلام اللي عم نتكلم عنه. طيب الشريحة دي مهمة جدا، ده ملخص المحاضرة في الشريحة دي. ايه هي انا كدكتور وانا روحت الحالة اعالجها او حالة جات لي في العيادة، ايه هي البرينسيبلز الاساسية في علاج المغص؟ المغص ده يعني فيه الم شديد جدا، بيظهر الحيوان عمال يتقلب على الارض ويضرب رجله في الارض، وممكن يتقلب ويعور نفسه ويخبط راسه في الحيطة. فانا مهمتي ان انا اعمل بين ريليف، بسموها بين ريليف، يعني اخفف الالم على الحيوان. تاني حاجة لما بيكون في الامعاء متمددة ومليانة بالغازات، ممكن الكولون المليان بالغازات ده يضغط على الحجاب الحاجز ويضغط على الرئتين، والحيوان ما عرفش يتنفس ويموت من الاسفكسيا. فانا دوري لو لقيت حاجة زي كده اعمل حاجة اسمها دي كومبريشن اوف ذا جاسترو انتستاينال تراكت. يعني دي كومبريشن يعني اخفف الضغط على الامعاء، وده هنتكلم عنها بعد كده. تالت نقطة مهمة جدا، ان الحيوان ده نتيجة للأكل الكتير الموجود في الأمعاء بدأ يسحب المية من الدم ويعمل حاجة اسمها هايبوفوليميا، والحيوان ممكن يدخل في سيركولاتري تشوك،
وبيفقد الشوارد الحرة الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد. فمهم جدا 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 اعمل حاجة اسمها كوريكشن للبايوكيميكال اند فلويد امبالانس. دي نقطة مهمة ودي يمكن هركز فيها لو احنا الزملاء اللي معايا موجودين دلوقتي على المحاضرة، لو طلعنا من نقطة من المحاضرة دي ان انا ازاي اعرف احدد نسبة الجفاف وازاي ادي المحاليل. دي نقطة مهمة لان كتير من الدكاترة مش بيتخيلوا ان المغص اللي هو الجاس كوليك او البوستراكتيف كوليك بالحيوان بيحصل له جفاف، زي بالظبط اللي بيحصل للبقرة والجاموسة والغنمة والناقة لما بتاكل اكل كتير وتتلكم في الرومن. يبقى النقطة الأساسية جدا إن أنا أدي أعالج أدي محلول معالجة الجفاف. زي العجول والحملان والحيوانات الصغيرة لما بيجي لها إسهال فترة طويلة، بيجي لها إسهال شديد وفقد في الإلكترولايتس، فإزاي أعالج؟ وأنا أديت محاضرات كتيرة وتركيز كله في لما بتكلم عن النزلات المعوية إزاي نعالج مشكلة الجفاف. فهنا الحيوان ممكن يموت من الجفاف ده. الحاجة الرابعة stimulation and maintenance of gastrointestinal motility، إن أنا أحاول أخلي الأمعاء تشتغل طبيعي تاني، لأن هي في ستازس في الأمعاء. في حالة الفلاتيولنت كوليك بيبقى فيه خمول في حركة الأمعاء خاصة الأمعاء الغليظة، وكذلك في الأوبستراكتيف كوليك بيبقى فيه خمول في عدم حركة الأمعاء، بينما في السبزموديك بيبقى حركة الأمعاء أزيد من اللازم. فأنا عايز أظبط الأمعاء سواء ان انا اديها سبازموليتيك اقلل الحركة او ادي حاجة تنشط الحركة. النقطة الاخيرة في دوري كدكتور بتعامل مع الخيول ان انا اقلل نسبة حدوث التهاب في الجهاز الهضمي، reduction of gastrointestinal inflammation. طول ما اكل موجود ومفيش ديفيكيشن الميكروبات بتتكاثر، يحصل التهاب في الكولون، يحصل حاجة اسمها كولايتس، البكتيريا تطلع من الكولون على الدم تعمل سبتسيميا وتعمل توكسيميا وتأثر على وظائف الكبد وعلى الكلى. فأنا دوري أكون سريع جدا إن أنا أقلل الالتهابات دي. فدي النقاط الأساسية اللي هنتكلم عنها النهاردة أو نتكلم عن بعضها. بين ريليف، ديكومبوزيشن أوف جاسترونتستاينال تراك، ديكومبريشن أخفف الضغط على الأمعاء، وثالثة والمهمة جدا اللي هي كوركشن بايوكيميكال اند فلويد امبالانس. لو حبينا نرتب الحاجات دي يا جماعة نحط ايه أول واحدة فيهم؟ لو حبينا نرتب بدرجة الأهمية، عندي حاجة اسمها بين ريليف، ديكومبريشن جاسترونتستاينال، كوركتنج بايوكيميكال فلويد امبالانس، ستيميوليشن مينتنس جاسترونتستاينال موتيليتي. تفتكروا ايه أهم واحدة فيهم؟ واللي المفروض أبدأ بيها؟ صح، اللي هي فلويد سيرابي، فلويد سيرابي، فلويد سيرابي. بس انا عشان الحيوان عمال يتمغص وينام على الارض ويرفص مش عارف اتحكم فيه، فبضطر بديله بين ريليف بس مش كميه كبيره، لان انا لو اديت فينادين مثلا على سبيل المثال او ديكلوفوناك صوديوم او كيتوبروفين لحيوان دي هيدريتد خطر جدا، ممكن تاثر على الكلى وتعمل لي ادرينال فيلير. لازم الاول اعمل هيدريشن بعد كده ادي الايه البين ريليف. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ ادي جرعه الفينادين مثلا ربع الجرعه كمسكن للألم، يقعد نص ساعة أو ساعة، بعد كده بدخل بالمحاليل على طول لو لقيت الحالة فيها أعراض جفاف. طبعا مش كل الحالات المغص بتحتاج محاليل زي ما هتكلم بعد كده. في حالة ممكن سبازمودي كوليك شوية يعني الحيوان جاله مغص وكده، ممكن أكتفي بالبين ريليف وبال اللي هو الانالجيسيك مع انتي سبازموتيك مع شوية زيت أو اكسرسايز أو باك راكنج للحيوان وكده. يبقى نلخص تاني المحاضرة في 3 نقاط دايما، يعني أحاول أدي ملخص وملخص وملخص لعل إن شاء الله الدكاترة تستفيد يعني من التلخيص ده. لكن في أحيانا لازم أوضح عشان إيه يبقى الدكتور مستوعب وعارف أهمية المشكلة اللي هو رايح لها. احنا قلنا المغص ده يعتبر life threatening disease، يعني مرض بيمثل خطورة شديدة جدا. زي كده ما واحد يكون عنده الزايدة، الزايدة دي لو ما اتعالجتش وما لحقناهاش والدكتور راح المستشفى اتشخصت صح والدكتور فتح البطن وشالها، ممكن تموت الانسان من البيروتونايتس، تنفجر الزايدة وتموت الانسان. نفس الكلام عندنا في الخيول، لو الحالة اتأخرت او عالجناها غلط
او الراجل اللي اهمل في علاجها ممكن تموت. الحصان طبعا زي ما قلنا في خيول عربية غالية وفي خيول بتاعت سباق ريس هورس وحاجات يعني بالملايين. فانا المين لاين تاني بنقول بين ريليف، فلويد ثيرابي، انتستاينال لوبريكانت اند لاكستيفز. هنلاقي الثلاث حاجات دول مشتركة في جميع انواع المغص لما نيجي نتكلم عنه. اقلل الالم، ادي محاليل، وادي مسهلات وملينات عشان اطلع الاكل المتراكم في المعدة او الغازات اللي موجودة في الامعاء. هنتكلم بقى على كل واحدة من دول بالتفصيل. بين ريليف، ايه البين ريليف وايه احسن دواء وايه انواع البين ريليف والحاجات. بين ريليف يعني ازالة الالم، لكن ازالة الالم ده عندي البين ريليف ده فيه انتي سبازموديك ريليف، حاجة تشتغل على العضلات وتقلل الموتيليتي بتاعت الانتستين زي في حالات السبازموديك كوليك، وفي الاسترويدال انتي انفلاماتوري، اسف نانو استرويدال انتي، هصلحها ان شاء الله، نانو استرويدال انتي انفلاماتوري. نانو استرويدال اللي هي مضادات الالتهاب الغير استرويديه، يبقى انتي سبازموديك والايه والنانو استرويدال انتي انفلاماتوري، هنتكلم عنهم برضو بالتفصيل امتى استخدم ده وامتى استخدم ده وايه انواعهم ومزايا كل واحد وعيوبه. طب ليه بدي مسكن للالم؟ الحيوان بتألم ألم شديد جدا وعمال يرفص وممكن يعور نفسه وممكن يخبط دماغه في الحيطة، ممكن يعني يحصل له فراكشر في السكال. يبقى أول حاجة تو ريليف بين ان اوردر تو فاسيليتيت اكزامينيشن. أنا مش هقدر أفحص الحيوان ولا أعمل له ريكتال بالبيشن ولا دخل ستومك تيوب وهو عمال يتمردغ على الأرض وتعبان، فأنا عايز أخفف الألم عنه من الألم الشديد ده، وكمان عشان أنا أقدر أفحصه. تاني حاجة إن أنا بحميه من سيلف انديوسد تروما، أحميه من هو يخبط دماغه في الأرض من شدة الألم ده، ممكن يعض، ممكن يرفص، ممكن يضرب دماغه في الأرض مش حاسس بنفسه. تالت حاجة بمنع إن الألم الشديد ده ممكن يعمل حاجة اسمها إلياس. إلياس ده اللي هو شلل الأمعاء، يحصل خمول في الأمعاء ويحصل لها شلل، ودي ملهاش علاج والحيوان ممكن يموت فيها. أو إن أنا عاوز أنقل الحيوان المستشفى، أجيب عربية وأنقله لمكان المستشفى، فلازم to allow for safe transportation to a referral facility. إن هوديه بقى المستشفى فلازم أهديه بحقنة مسكن للألم لغاية ما إيه ما يروح المستشفى يعملوا له التحاليل اللازمة كده. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، هو أكتر من أحاديث لكن الحديث ده بصراحة استوقفني، بيروي أبو هريرة والحديث مروي في صحيح مسلم والبخاري. يقول فيه الرسول عليه السلام: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه اللي هو الحذاء بتاعه بالمية، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فالصحابة لما سمعوا الحديث قالوا: يا رسول الله، ألا إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجرا. كل كبد يعني كل حيوان له كبد، في الكبد طبعا يعني حيوان حي، كل حيوان حي في كبد، وانت بتعالجه او بتخفف عنه الالم او بتديله اكل شرب وميه تاخد عليها اجر. فدور الطبيب البيطري ممكن ده طريق للجنه باذن الله، انك تخفف الالم عن الحيوان. بالظبط الكلب اللي كان عطشان ده عنده جفاف من العطش الشديد، برضه الحصان عنده الم شديد جدا وعنده جفاف وممكن يموت، فكونك تعالجه بنيه انك تخفف عنه الالم ان شاء الله ممكن يكون طريق للجنه لما بتجدد النيه. طبعا ما فيش مانع ان انت تاخد اجر من صاحب الحالة على علاجك للحالة دي. طيب نيجي بقى نتكلم على انواع البين ريليف. السبازموديك دراجز، سبازموليتيك بسبنيها سبازموليتيك دراجز. سبازموليتيك يعني مضاد للتقلصات، بينما سبازموديك يعني تقلصات. لا دي ادوية اسمها سبازموليتيك او انتي سبازموديك. السبازموتيك سبازموليتيك دراجز دي مش بنستخدمها يا جماعة إلا في نوع واحد من المغص اللي هو السبازموتيك كوليك،
المغص التشنجي اللي هو ناتج عن زيادة في حركة دودية للأمعاء. والأدوية بتاعت الاسبازموديك دراجز دي في منها نوعين، في نوع اشتغل على العضلات الملساء اللي هي في الأمعاء، هي الصومك والانتستين والكيدني، بيسموها سموث ماسل ريلاكسنت، تمنع الاسبازم. بندي لواحد يكون عنده مغص كلوي وياخدها، وعنده مغص في المعدة أو مغص في الأمعاء، بنديله حقنة أنتي سبازموتيك دراج. وهقول زي ايه دلوقتي، زي البسكوبان مثلا او الاتروبين. وفي حاجات تشتغل على سكيلت المصل، وده مش حديثنا النهارده، يعني موضوع تاني للناس اللي هتعمل عمليه جراحيه، بتضطر تدي ليدوكاين، تدي زيلازين، تدي حاجات تشتغل على سكيلت المصل قبل ما يفتح في العضلات. لكن احنا يهمنا الحاجات اللي تشتغل على السموث مصل، لان شغلنا كله على الامعاء والمعده، ده عضلات لا اراديه، فبندي حاجه تقلل الحركه الدوديه بتاعه الامعاء وتقلل المغص اللي في المعدة. ولا نستخدمها إلا في نوع واحد بس من المغص اللي هو السبازموتيك كوليك أو المغص التشنجي. السبازموليتيك دراجز دي البسكوبان والحاجات دي لها وظيفتين، هي انالجيسك وانتي سبازموتيك، يعني بين ريليف بتقلل الألم، لكن طبعا ما هيش قوية زي الفينادين مثلا أو زي النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، وفي نفس الوقت بتعمل ريلاكسيشن للماسلز فايبر بتاعة الانتست. بيسموها انتي كولينرجيك دراجز، بتشتغل على الريسبتورز اللي هي ماسكارينك، حاجة اسمها ماسكارينك ريسبتورز موجودة في الأمعاء، اللي بتمنع الأسيتايل كولين إن هو يوصل لها، وبالتالي بتمنع الكونتراكشن بتاع العضلات. طبعا مش بنستخدمها إلا في الحالة المرضية، لأن لو اديتها لحيوان سليم هتوقف الأمعاء وتعمل مشاكل. زي عندنا ايه، البسكوبان المادة الفعالة فيها اسمها هايوسين، ده البسكوبان البيطري، هايوسين ان بيوتايل برومايد. في بسكوبان بشري اسمه نوع تاني يعني برضه هايوسين، بس مش نفس المادة دي، لكن هما الاتنين بيشتغلوا زي بعض، ده بيشتغل سنترالي وبريفرالي، ده انتي سبازموتيك دراج. هذا البسكوبان البيطري بيشتغل، بيعمل ريلاكسيشن للجاسترو انتستاينال تراكت ماسلز، بيعمل كنترول للبين في حالات السبازموتيك كوليك. لازم اتاكد الاول ان دي حاله سبازموتيك. ازاي اعرف ان هي سبازموتيك؟ هتكلم عنها بعد شويه. لكن الحيوان بيجي له هيئه اتاك من المغص، وبعدين يقف يبقى كويس، بيتبول طبيعي وبيقرق طبيعي بإبراز طبيعي، وبعدين يرجع تاني تيجي له مغصه تانيه، واسمع بالسماعه على حركه الامعاء زايده، مفيش انتفاخ، ادخل ايدي مفيش انتفاخ في الكولون ولا في امباكشن، يبقى ده سبازموتيك. ده اللي هديله بسكوبان. وممكن الكومباينيشن بتاع الانالجين مع البسكوبان ده في النوع المغص ده يجيب نتيجه كويسه جدا، بدل بس بسكوبان لوحده. صحيح البسكوبان بين ريليف مع ماسل ريلاكسنت، لكن الانالجين معاه او الدايبيرون يجيبوا نتيجة احسن. يبقى دايما حالات المغص اديلها اللي هي التشنجي، اديلها انالجين مع بسكوبان وريدي. طبعا الانالجين ممكن ابدا بجرعة 40 مللي، ممكن اوصل لغاية ان انا ادي الازازة كلها 100 مللي مغص، وممكن البسكوبان كمان حسب الجرعة المكتوبة على العلبة. بس هقعد اقول وعيد وازيد ان ده لو اديته في حالات الاوبستراكتيف كوليك خطر وغلط، وكانك اخر المحاضره في حاجه اسمها ادويه كونترا انديكيتد، ان انا اديها في المغص اللكمه او مغص اللي هو نتيجه النفاخ، كونترا انديكيتد ان انا ادي بسكوبان او اتروبين، انه هيزود المغص ويعمل لي مشاكل. واضح يا جماعه؟ صحصحين معايا؟ بارك الله فيكم. أتروبين بقى النهارده، أنا كنت كاتب في الكتب بتاعتي وفي محاضرات عملتها كنت بديها للطلبة، إن أنا أدي أتروبين فقط في حالة الاسبازموديك كوليك. لا، أنا هغير كلام النهارده وأقول مفيش داعي أدي أتروبين خالص في أي نوع من أنواع المغص. ليه بقى؟ هو صحيح أنتي سبازموديك وبيشتغل زي البسكوبان، لكن عيبه البسكوبان يعني خلال تلت ساعة بينتهي مفعوله، ده ممكن يقعد لغاية 3 أيام، فيعمل ريلاكسيشن شديدة قوي في الأمعاء، وبالتالي هينفخ الأمعاء لما تقف هتتملى بالغازات وما يعرفش الحيوان يخرجها، فممنوع، لا ينصح باستخدام الأتروبين في كل حالات المغص.
ولو لقيتها في الكتاب بتاعي خلاص اشطب عليها، اقول لا انا يعني من الابحاث اللي قريتها خلال الاسبوع ده كله ان طلعت بخلاصه ان لا تستخدم الاتروبين في علاج اي نوع من انواع المرض حتى الاسبازمودك. الاحسن منه البسكوبان عشان ما بيقعدش فتره طويله. الاتروبين عيبه انه بيعمل ريلاكسيشن للانتستاينال وول وبيعمل انتستاينال تيمباني وممكن يؤدي لحاله اسمها ايلياس. ايلياس اللي هو الشلل في الامعاء. واضحة دي يا جماعة؟ وكل واحد بقى من الموجودين معايا دلوقتي يجهز سؤال كده عشان يبقى يناقشني في النقاط اللي أنا بقولها دي أو يضيف معلومة مش واضحة بالنسبة له، بس ما يكتبش السؤال دلوقتي. أول ما أقول أسئلة كله يروح يكتب الأسئلة بتاعته عشان أنا مش متابع ومش هقدر أجاوب على الأسئلة دلوقتي. يبقى طلعنا من الموضوع اللي فات ده كله. المهم ده كلام مهم جدا، أهم بقى إن الأتروبين اللي أنا أستخدمه في المغص مالها هتستخدمه في ايه يا دكتور؟ الاتروبين، الاتروبين دي لحالة تسمم هحطه في عين الحيوان، لو بديه لو يكون في حالة برادي كارديا ضربات القلب ضعيفة بديه عشان يعمل تاكي كارديا، لكن لا بالمغص ما ندروش. خلاص يا جماعة. طب نيجي بقى للنان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، وانا كنت عملت محاضرة من فترة عن الانتي انفلاماتوري دراجز واتكلمت عنها بالتفصيل، لكن برضو هذكر حضراتكم بيها اللي هي الموست كومن موجودة في الفيلد. أهم حاجة الأربعة اللي يستخدمهم في الخيول، هم في كتير لكن أهمهم حسب الترتيب كده الفلوجنوزين مجلومين فلونوكزين مجلومين اللي هو زي الفينادين والفلونوكزين والحاجات دي، الفينايل بيتازون، الميلوكزوكام، الكيتوبروفن. لو حبينا ارتبهم كاستخدامات يعني كلام بقى مش بعمل دعايه لشركات ولا حاجه، لكن كل ما اقرا كتاب او بحث الاقيه كاتب الفلونوكزين مجلومين نمبر 1 ان تريتمنت اوف كوليك، اللي هو ايه بقى؟ المغص التشنجي، اسف المغص الامباكتا امباكت انتستاينال امباكشن والانتستاينال تيمباني بالشروط اللي هنقولها دلوقتي، وبعدين بعدين الميلوكزوكام، بعد الكيتوبروفين، بعد الفينايل بيتازون. والافضل ما نستخدمش فينايل بيتازون في حالات المغص، دايما في فينايل بيتازون نستخدمه في العرج في الحاجات دي، لكن نقول رقم واحد فلونوكزين ميجلومين، ميلوكزوكام رقم اثنين، والكيتوبروفين رقم ثلاثة. طيب نتكلم على الفلونوكزين ميجلومين اللي هو زي الفينادين زي الفلونوكزين زي اي دواء موجود اي شركة منزلة، ده بوتنت انالجيسيك بيسموه بين كيلر، بين كيلر يعني قاتل للالم، ماسك سيفير بين، حيوان تلاقيه عمال يرفص ونايم على الارض وتديله الحقنه في الوريد تلاقيه وقف. طبعا حاجه كويسه جدا، لكن هنقول ايه عيوبه بعد كده. تاني حاجه ان هو انتي اندوتوكسيك، دايما حالات الانتستاينال امباكشن والانتستاينال تيمباني البكتيريا زي ما قلنا الايكولاي والسالمونيلا والحاجات دي بتتكاثر في الامعاء الواقفه دي ومليانه بالاكل وتنمو وتطلع بدأ تدخل على الدم وتطلع بولي ساكرايدز وتعمل اندوتوكسيميا، وكمان البروستاجلاندين يزيد ويعمل اندوتوكسيميا. فالدواء ده بيشتغل انتي اندوتوكسيك ممتاز، يعني رقم واحد من النان استرويدال اللي هو انتي اندوتوكسيك اللي هو فلونوكزيم جلومين ريديوس سيلولار برودكشن اوف بروستاجلاندين اند كان هيلب بريفنت زير افكت. تالت ميزه ان هو بيقعد فتره طويله، يعني الان الانالجين عيبه ايه؟ ليه مش بنستخدم الانالجين في الحالات المغص الشديد ده؟ لانه هيقعد يهدي الحقنه دلوقتي بعد 10 دقائق ربع ساعه تلاقي تاثيره راح. البسكوبان برضه ربع ساعه تلاقيه راح. لكن النان استرويدال اللي هو الفلونوكزين ميكلومين ممكن يقعد من ساعه ل 24 ساعه تاثيره موجود ويأثر على ان هو يقلل الالم. طب في عيب بقى ان هو 24 ساعة ده الحيوان زي متخدر كده من تأثيره، فممكن يعمل حاجة اسمها ماسكينج ذا كلينيكال سيمتومز اوف انتستاينال سترانجوليشن او تورشن. ممكن يلخبطني ان انا ما اعرفش اشخص الحالة ممكن تكون فيها سترانجوليشن او تورشن والفينادين ده غطى على الاعراض دي، فده عيب. زي واحد مثلا عنده شك في حالة زايدة
فراح الدكتور مديله حقنة مسكن قوي زي المورفين مثلا، فالألم اختفى بينما الزايدة موجودة وملتهبة. فنقوله لا، ما تديش مسكن قوي في حالات اشتباه الزايدة، لأن ده هيعمل ماسكينج ذا كلينيكال سيمتومز. برضه ما تديش جرعة فينادين عالية أو جرعة فلينوكسين مجلوبين عالية في حالات المغص، لغاية ما أتأكد إن هو ما هواش مغص ناتج عن استرانجوليشن أو اختناق أو انتسسبشن، يعني مع لفة حوالين بعضيها أو داخلة في بعضيها وكده. لذلك بعض الدكاترة بيلجأ إن هو يعمل إيه؟ رقم أربعة دي مهمة أوي، إنه يدي سمول دوز، يدي ربع الجرعة. يعني أنا لو هدي 10 سنتي أو 20 سنتي في نادين مثلا، وأريد يأدي 5 بس عشان ينتهي مفعولهم بعد وقت صغير، واشوف الاعراض عامله ايه بعد كده، هل هي اعراض استرانجوليشن ولا انتسسبشن ولا في مشكله كبيره. سمولر دوز، بدي ربع الجرعه. طيب ايه الفرق بينه وبين ميلوكزوكام، وايه احسنهم في المغص؟ زي ما قلت الكتب كلها تقريبا بتدي رقم واحد اللي هو فلونوكسين مجلومين كأول حاجة للبين كيلر لحالات المغص الشديد. لكن عيب الفنادين أو اللي هو النون ستيرويد عامة، معظمها بيشتغل على حاجة اسمها كوكزي 1 اللي هو سايكل أوكسجينيز انزيم 1، اللي هو بيتفرز طبيعي في المعدة وفي الكلى، فبيمنع إفراز السايكل أوكسجينيز الطبيعي للجسم محتاجه، اللي هو بيحافظ على الحموضة في الدم، حموضة المعدة، يمنع إن هي تحصل لها مشكلة، والبحافظ على الكلى، فده بيمنع السايكل اوكسجين انزيم 1 كلهم. لكن وجدوا ان الميلوكزوكام بيشتغل اكتر على كوكزي 2، فما بيأثرش او ما بيعملش مشكله قرحه المعده او يعمل رينال فيلير. ده الميزه، الفرق بينه وبين الفينادين اللي هو الميلوكزوكام. لكن الميلوكزوكام يعتبر متفوق عنه كانتي اندوتوكسيك، ده برضو انتي اندوتوكسيك، لكن اهو يعني ايه، لو ما لقيتش ده اشتغل بده. في بقى أدوية تانية قلنا بتشتغل حاجة اسمها أدرينو ريسبتور أنتاجونست، ألفا 2 أدرينو ريسبتور أنتاجونست، عشان إيه بس هدي بس أسماء كده، لأن الموضوع لو قعدت أتكلم على كل واحد فيهم مش هنخلص المحاضرة. زي زيلازين، ممكن أستخدم زيلازين، هيسكن الألم ويقلل حركة الأمعاء، لكن برضو عيبه إنه بينتهي مفعوله بعد 10 دقايق أو نص أو ربع ساعة، 10 دقايق ل 30 مينت. وليه عيوب، انه بيعمل برادي كارديا، وممكن يعمل هايبر تنشن وبعد كده هايبو تنشن، يرفع الضغط وبعدين ينزله، وبيقلل الانترستاينال بلاد فلو، بيقلل كميه الدم الواصل للامعاء. فانا لا اشجع استخدام الزيلازين في حالات المغص، لكن ده ممكن بقى لو انا اعمل عمليه او كده، او اوديه المستشفى وكده، ممكن اجهزه بالزيلازين. في بقى ادويه تانية اكيد بقى حضراتكم يعني سمعتوا عنها، اللي هو دي دو ميدين، الديتو ميدين والروفيميدين والاسي برومازين والمورفين والبيوتوفانول والليدوكاين، دي كلها بتشتغل برضو على في حالة المغص، ولكن لها كل واحد منهم له بروكوشن وله موضوع كبير، ما ليس المجال مجاله ان احنا نتكلم عنهم النهارده. طيب انا دلوقتي جات لي حالة مغص، ابدأ فيها ازاي؟ ممكن ادي انالجين، ادي جرعه صغيره 40 مللي مثلا، ازودها 50 او لغايه 100 مفيش مشكله، واديها في محلول الافضل انها في نص لتر سلاين. وبعد كده ادي لسه المغص موجود، ادي مع ابوسكوبان، ادي انالجين مع ابوسكوبان حالات المغص التشنجي، مفيش تحسن ادخل بقى بالنانو ستيرويدال اللي هو فلونوكسين مجلومين او الميلوكزوكام. ده جدول بيبين لي الادويه اللي انا قلتها كلها بالدوز بتاعتها، وطبعا دي لما تبقى المحاضره معاكم ان شاء الله تشوفوها اللي عايز يشتغل بالادويه ديت. نيجي بقى نقطه مهمه جدا 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 اللي هي الفويد سيرابي، وديت ايه، كلكم طبعا كل اللي حاضرين معايا النهارده عارف الكلام ده، عارف الفينادين وعارف الانالجين والبسكوبان واشتغل بيه، لكن كتير من حضراتكم او اللي هيسمع المحاضره بعد كده ما بيجيش في ذهنه ان هو في مشكلة كبيرة جدا، نفس المشكلة ان انا ازيل الالم، ان انا ادي محاليل واعالج مشكلة الجفاف في الحيوان. فلويد سيرابي، فلويد سيرابي يعني في جفاف. طب ايه اعراض الجفاف؟ انا قلتها قبل كده اقولها تاني بسرعة، لما اجي اشد الجلد بتاع الرقبة الاقي ما بيرجعش الا بعد 4 ل 6 ثواني،
ده حالة جفاف خطيرة شديدة. لما اجي افتح الماوس واضغط على الجام اللي هي اللثة، ما يرجعش اللون الطبيعي الا بعد اكتر من 4 ثواني. حيوان ديبريزد، تاني دماغه على الارض كده، وويك بالس، ضربات القلب ضعيفة، وضربات القلب ضعيفة بينما ضربات زايدة، عدد مرات ضربات القلب زايدة بينما بس وضعيفة. دي أعراض الجفاف في الحصان الكبير. لو هو بقى مهرة صغيرة أو حاجات الحيوانات الصغيرة، بيبقى فيه سانكن آي وفي حاجات تانية. لو الأعراض دي موجودة لازم ألحق وأتدخل بالعلاج المحلي. كمان لو بعت عينة للمعمل هلاقي الهيموجلوبين عالي والبي سي في عالية، فوق الـ40 البي سي في، والهيموجلوبين فوق الـ14 أو 15. دول دليل على إن الحيوان عنده جفاف أكيد، بقى بتأكدت بالمعمل. ولما أقيس الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد ألاقي فيه نقص في الصوديوم ونقص في البوتاسيوم ونقص في الكلورايد، هايبوناتريميا، هايبوكلوريميا، هايبوماجنيزيميا أحيانا. ده يأكد إن المشكلة فيه جفاف في الحيوان. كل ده بيحصل نتيجة إن بطن الحيوان لما وقف أو اتملى بالأكل أو بالغازات بدأ يجمع مية فيه، يعني ياخد المية من الدم ومن الأنسجة. بيحصل حاجة اسمها سيكوستريشن، فلويد سيكوستريشن أند لوس فيا ذا انتستين. كل ده بيسحب السوائل زي الكرش بالظبط. لما حيوان ياكل كمية كبيرة من الشعير أو الغلة أو الذرة بيبدأ الأوزموتيك بريشر تزيد، فيبدأ يسحب المية من السوائل ومن الدم، ويدخل الحيوان في هايبوفوليميا ويموت من الايه، من الديهيدريشن. طب ايه بقى الانديكيشن فلوسر؟ بدي محاليل ليه؟ اولا عشان امنع الديهيدريشن، اعالج الجفاف. تاني حاجه والمهمه جدا جدا اللي هو الحيوان بيموت منها، ان انا اعمل مينتيننج للبلاد سبلاي للكيدني والاذر فايتال اورجانز، الكيدني والليفر والبرين. الكيدني لو الدم اللي جاي لها قليل يا جماعه، بيحصل حاجة اسمها هايبوتنشن، انخفاض في الضغط، فالإفيوجن بتاع الدم اللي رايح للكلى، شوف على طول الكلى بيجي لها دم على طول، فيجي لها كمية صغيرة من الدم نتيجة لأن المية إيه قلت في الدم، فالكلية تقف تتسد، بقى الأنابيب بتاعتها تتسد ويحصل لها في رينال فيلير. تذكر يعني راجل المستشفى الإبل جاب بعير وقال البعير ده يا دكتور عنده بشمة واكل أكل كتير شعير، بقاله كام يوم؟ 3 ايام. طبعا لما يقول 3 ايام يعني انا اتوقع اكتر من كده. فخدناه هو جاي طبعا ريكومبنت وبعدين فقد الاحساس كده، يعني البعير ده لو دخلت عليه ممكن يعضك وكده، لكن ده مستسلم خالص. بعت عينة للمعمل تحليل اشوف يعني هيبقى ينفع اعمل له رومانوتومي والكلام ده، لقيت الكرياتينين واصل 20، النورمال 1 ل 2.5، اسف 1 ل 2 كمان او 1 ل 2.5 بالكتير يعني، واليوريا عاليه جدا معديه 50 60، فده هوبليس كيس يعني. قلت للراجل الحاله دي خطره جدا، فعلا البعير تاني يوم الصبح لقيته ميت. بفتح فيه لقيته منزل كميه ميه ضخمه جدا من الكرش، كميه شعير يعني لا تتخيل الكميه اللي نازله. فنفس المشكله بالنسبه للخيول، الخيول اللي لما بتتلكم والكولوني، الكولون ده ضخم جدا، لما يتملى بالاكل ده يبدا الاكل ده يتجمد ويبقى زي الحجاره كده، ويبدا يحصل يسحب الميه من الدم ومن الانسجه، فيحصل هايبوفوليميا، ممكن يحصل رينال فيلير والحيوان يموت من رينال فيلير او سيركولاتري تشوك. فبدي المحاليل عشان النقطه دي، احافظ على ان الدم يوصل للكلى وما تتدمرش، ولا الليفر يتدمر ولا القلب يحصل له هارت فيلير، واعمل سوفتننج للفيكال مطر في الانتستين. نقطه مهمه جدا وهتكلم عنها النهارده بالتفصيل، يعني ايه سوفتننج للفيكال مطر؟ لو حد فيكم ساعات كده يلاقي الحيوان لو دخل ايده، لا او الحيوان فتح عمل له عمليه ولا حاجه وفتح، هتلاقي الاكل اللي في الامعاء ده ناشف جدا، عمل زي الخشب كده، فعمل له سوفتننج، انا بدي حاجه تلين الاكل ده بحيث يمشي في الامعاء. لذلك لما يجي اتكلم عن فلويد سيرابي، في فلويد سيرابي عن طريق الفم وعن طريق الوريد، لان الناس فاكره كل ما هقول فلويد سيرابي يبقى عن طريق الايه، الوريد فقط، لا ده في انواع هنتكلم عنها دلوقتي. صلوا على رسول الله دكتور عيسى، صلى على النبي الدكتور اشرف والدكتور الدكاتره كلهم اللي معايا، صلوا على النبي عشان ايه، انا ما اعرفش المعلومات انا بقولها عمال ادي معلومات ورا بعض كده، فخلينا
خايف تناموا مني، وتلاقيكم بقى شغالين طول النهار وربنا فتح عليكم كده بكام حالة وعايزين تناموا. لكن سبحان الله يعني الحاجات اللي انا بقولها دي حاجات يعني خبرات بقالك 30 سنة شغال في الفيلد، ومشاكل وأسئلة تيجي لي من الدكاترة وأخطاء في العلاج وكده. يبقى انا مهم جدا 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 ان انا اعمل انديكيشن لفلوس ثيرابي عليه الصلاة والسلام. ايوه كده، صلوا على النبي واكتبوا كده الصلاة على النبي، تاخدوا ان شاء الله ثواب كبير. عرفنا يا جماعة ليه المحاليل مهمة في الكوليك؟ كل أنواع الكوليك هندي محاليل، أخف أقلهم اللي هو الاسبازمود الكوليك، لكن كل الأبحاث اللي أنا اشتغلت قريتها وشفتها لقيت إن كلها بيحصل فيها جفاف، بس أخطر جفاف في الأوبستراكتيف كوليك اللي هو ناتج من لكمة الأمعاء ومن الجاز كوليك. طب أنواع الفلويد سيرابي، في حاجة اسمها أيزوتونيك وهايبرتونيك وهايبوتونيك. أيزوتونيك وهايبرتونيك وهايبرتونيك. يعني ايه ايزوتونيك؟ ربنا خلق الحيوان وخلق الانسان ان في تعادل اسموزي داخل الدم وخارج الاوعيه الدمويه، يعني الانسجه موجود فيها سوائل وبين الخلايا في سوائل والدم في سوائل، ففي توازن اسموزي، لا الميه تسيب الدم وتطلع على تروح الانسجه ولا الميه اللي في الانسجه تروح على الدم. فبندي محلول اسمه ايزوتونيك بيماثل الايزوتونيتي اللي بتاعت الدم نفسه، اللي هو تركيز واحد اسف 9 من 10% صوديوم كلورايد، اسمه ايزوتونيك او رينجر سوليوشن او لاكتيت رينجر سوليوشن، دول كلها اسمها ايزوتونيك. ده لازم ابدا بيها. لكن في حالات بتبقى جفاف شديده جدا والحيوان داخل في اندوتوكسوميك تشوك وعايز بسرعه اسحب المحاليل من الانسجه ادخلها على الدم، فبضطر ادي حاجه اسمها هايبرتونيك سوليوشن، محلول ملح تركيز 7.2%، بس لما اديها ادي بعديها على طول الايزوتونيك تاني، يعني لان ده برضه بيمثل خطوره يعني، ومش بديه في اي حاله، لازم الحاله تكون تستدعي ان انا ادي هايبرتونيك. في حاجه اسمها هايبوتونيك، تركيز الصوديوم كلورايد اللي هو 9 من 10 لا عاملينه 0.45 45% او الجلوكوز 5% يعتبر هايبوتونيك. دي بديها في حالات الهايبر ناتريميا، لما يكون نسبة الكلورايد عالية في الدم وعايز أقللها فبدي هايبوتونيك سوليوشن. يبقى ايزوتونيك هايبرتونيك او هايبوتونيك. هنتكلم على ايزوتونيك وده اللي يهمنا واللي هنشتغل بيه في المغص. فيسيولوجيكال سلاين كلنا عارفين محلول الملح المتعادل 9 من 10%، لو انا عايز احضره دايما كنت اقول للدكاتره ممكن تحضروا، الادويه غاليه دلوقتي في المزارع خاصه، بجيب 9 جرام ملح طعام انالار من شركه الجمهوريه للناس اللي في مصر او من اي شركه كيماويات، 9 جرام واحطهم على لتر ميه مقطره او ميه مغليه وادوبه كويس قوي وابدا احقن الحيوان، يبقى كده اصبح تركيزه 9 من 10%. او رينجر، ايه الفرق بين السلاين والرينجر؟ ان هو الرينجر عباره عن صوديوم كلورايد 9 من 10% ومضاف له بوتاسيوم كلورايد، دي بنستخدمه لما تكون شاكك ان في هايبو كاليميا يعني البوتاسيوم نازل كمان. او لاكتيت رينجر، ايه لاكتيت رينجر ده؟ هو نفس اللي قبليه، هو رينجر بس زودنا عليه ايه صوديوم لاكتيت. ده كله احتاجه الثلاثه دول في حالات المغص، لان في اللاكتيت رينجر بيبقى فيه حموضه في الدم، والرينجر بيبقى فيه هايبوكاليميا، والفسيولوجيكال سلاين لان فيه هايبوناتريميا وهايبوكلوريميا، نقص في الكولورول ونقص في الصوديوم. الناس عشان اللي معانا مش بيعرفوا الدارسين بالعربي فبتكلم دايما بالعربي، او رينجر ولاكتيت رينجر والايزوتونيك صوديوم بايكربونات عشان اعالج حموضه الدم، دي كلها ايزوتونيك. الكلام ده ينطبق على ما اجي اعالج حالات الحصان الصغير او العجول الصغيره او الحملان او الحيران، برضه بستخدم الحاجات دي في الدائريه، وبرضه في حالات الانفكشن في الغنم والجمال والابل والابقار. بينما الهايبرتونيك له انديكيشن معين، صوديوم كلورات 7.2 في حالات الاندوتوكسيميا الشديده والجفاف والحيوان هيموت مني، فاروح حقنه نص لتر مثلا صوديوم كلورايد واروح معلق بعديه على طول الايزوتونيك. ده يعمل ايه؟ هيزود التركيز في الدم، الكلور والصوديوم في الدم، فيبدأ يسحب الميه من الانسجه عشان احافظ على سيوله الدم. بالظبط كده، لو انت جبت بطاطسايه وعملت فيها حفره
حطيت فيها شوية ملح، بعد شوية ايه اللي بيحصل، ملح او سكر يعني، بعد شوية هتلاقي الملح ده بدأ يتبلل بالمية، بعد كده المية بدأت تتملى مية، الحفرة دي تتملى مية. ليه؟ لأن الملح تركيز عالي والمية اللي في البطاطس تركيز أقل، فبيتسحب من الأقل إلى الأعلى. فده أنا عايز كده، عايز أجيب مية كتيرة للدم. تخيل مثلا إن الدم مثلا في الخيل في حوالي 40 لتر دم بيسيركوليتنج فيه يعني، أو 50، لما بيتسحب منه المية وصل الكمية 20، 20 دول هيتعمل رينال فيلير وهارت فيلير. فعايز أجيب بسرعة مية انسحبها من الانسجه وادخلها على الدم، فبضطر ان انا ادي الصوديوم كلورايد 7.2% مع لو بروكوشن معينه زي ما قلنا، مش في اي حاله ادي الصوديوم كلورايد تركيز عالي ده. طب الروت اوف ادمنستريشن، ده الكلام بقى ده هتسمعوه كلام جديد، وجاء احدث ابحاث لغايه النهارده يعني، طلع ابحاث جديده ان الاورال، ان الاورال في اورال اه في اورال ادي محاليل معالج الجفاف، محلول لعلاج الجفاف اورال في حصان كبير وعنده مغص. بل وجدوا ان الاورال ده احيانا يكون احسن من الانترافينوس، بس له شروط. بعد كده ادي انترافينوس، وامتى ادي وريدي؟ بعد كده ممكن ادي محلول بالريكتام، او ممكن اديه عن طريق فتحة الشرج. لا الكلام ده عايز تفصيل بقى، طب حد بقى يعني يصلي على النبي كده عشان نبدأ نفسر الكلام ده بالتفصيل. الاورال روت عليه الصلاه والسلام، الاورال روت ما ادهوش الا باستخدام انبوبه لي معدي نيزو جاستريك تيوب. طب اعمله ازاي ده؟ ده انا هدي كميه كبيره يعني، مثلا هدي 10 لتر. لا انا ما بجيبش بقى المحاليل الغاليه اللي هي بتتباع اللي هي نص لتر دي، واقعد ادي واحده افكهم كده في جردل. لا ده انا اجيب جردل ميه مثلا 10 لتر، واحط عليهم 30 جرام صوديوم كلورايد، حتى لو ملح الطعام العادي ده، افضل الملح اليودي، في ملح يودي وملح غير يودي، لو لقيت ملح اليودي احسن. حط 30 جرام على 10 لا اسف، هو بيريد جالون، جالون ميه بنحط عليه 30 جرام، هتيجي الجرعه بعد كده اهي. 30 جرام ملح على جالون المية، جالون المية ده اللي هو الجالون الأمريكي هو 3.7 لتر، الجالون في الإمارات والكويت والسعودية بيبقى 4 لتر تقريبا، فيبقى أول 4 لتر، 4 لتر مية أحط عليهم 30 جرام، يطلع كده تركيزه 9%. في حاجة اسمها ملح لايت، إن هو ملح ده عبارة عن كلوريد صوديوم مع كلوريد بوتاسيوم، ممكن احط 30 جرام منهم من المخلوط ده برضو على الميه دي اللي هدي اورالي، اهو ميه بملح، بس ملح بقى مش تحط ملح كده لا 30 جرام دول يعني كام معلقه شاي يا جماعه؟ لو انت ما عندكش ميزان، كام معلقه شاي؟ المعلقه بتاخد كام جرام ملح؟ 5 جرام، يبقى كام؟ يبقى عايز 30 جرام احط كام معلقه؟ 6 معالق. تمام كده، 6 معالق شاي على 4 لتر ميه. طب انا عايز ادي 10 لتر، يبقى احط 60 جرام على او 70 جرام على ال 10 لتر دول. هو فعلا المفروض ان انا لما اجي اتكلم على الاوبستراكتيف كوليك ببدا ب 10 لتر عن طريق الفم. يبقى عرفنا ازاي اللي عن طريق الفم ده بنحضره. تمام، في كونتر انديكيشن استخدم الاورال روت؟ لو في جاستريك دايلاتيشن، لو المغص ده ناتج من نتيجة تمدد في المعدة، خطر ان انا ادي فلويد سيرابي عن طريق الفم، هيزود المشكلة، ممكن ازود انفجار المعدة تنفجر. او في تورشن للامعاء الدقيقة، او في حصوة قافلة للامعاء الدقيقة، فالاكل بيرجع تاني على المعدة، فخطر ان انا ادي اورال فلويد سيرابي. دول الحالتين الممنوع استخدم فيهم الفلويد سيرابي. لكن لو مغص تشنجي او مغص نتيجة للكولون في أكل أو في غازات، بدي عادي عن طريق الفم، لأن لما يدخل عن طريق الفم إلى المعدة إلى الأمعاء، المية دي تدخل تتسرب بين الأكل الناشف ده، فتعمل له تفتيت تفككه. ولما نيجي نتكلم على المغص الغازي والمغص الأوبستراكتيف، يفضل إن أنا أدي زيت البرافين مع المية مع المحلول الملحي ده،
لان زيت البرافين لوحده ما بيفككش الماده الصلبه دي. الميه هنا مهمه جدا، ان انا انديها عن طريق الفم. يبقى ممنوع اعطاء المحلول الملحي عن طريق الفم. دكتور عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، الكيماويات اللي هي نظيفه ديت لما ادي وريد، خلي بالكم يا جماعه انا كلامي مرتب ومهم جدا. انا قلت ملح الطعام العادي ده لما بدي الميه عن طريق الفم، لكن ما اجيش استخدم اي ماده ملح طعام لما اجي اعمل وريدي. انا قلت صوديوم الوريدي صوديوم كلورايد انالار، وتجيبه من شركه الجمهوريه في مصر او من شركات الكيماويات. لكن انا الملح العادي اللي احنا بناكله في المطبخ عندنا ممكن استخدمه، احطه على الميه اللي هديها عن طريق الفم، مفيش مشكلة. ما احنا بناكل أكلنا كله عليه ملح، الملح العادي ده، واللي يفضل الملح اليودي. كلام أبو عبد الرحمن صح، إن هو لازم الكميات تكون نوع نظيف لما نيجي نستخدم الحقن الوريدي. الحقن الوريدي بقى انترافينوس روت، حالات بقى جفاف، الأعراض واضحة اللي احنا قلنا عليها، وحالات الاسترانجوليشن، حالة ممكن الأمعاء لفة حوالين بعضيها أو في اختناق وهتتحول للجراحة وكده، فلازم بقى أدي كمية محاليل كلها وريدي، ما ينفعش أدي عن طريق الفم، لأن مش هيحصل لها امتصاص أصلا لو اديناها عن طريق الفم. ممكن تمتص من المعدة شوية من الأمعاء الدقيقة، لكن تيجي تدخل بعد كده خلاص مش هينفع، الأمعاء قافلة. فلازم أدي محلول عن طريق الوريد. الفوليوم بقى الكمية حسب أعراض الجفاف اللي عندي، في مايلد كوليك وفي سيفير كوليك، وحسب التحليل المعملي لو لقيت البي سي في عالي فوق 40، او الالكترولايت اللي فيه هايبو كلوريميا وهايبو ناتريميا وهايبو كاليميا، يعني الصوديوم والبوتاسيوم كلورايد نازلين، ده برضو بيحدد لي كمية المحاليل ونوع المحلول. طب ابدأ ازاي بقى؟ فلويد ثيرابي ماست بي ستارتد بيفور لابوراتوري، هنستنى لما ابعت عينة للمعمل وتيجي لي النتيجه وما اديش محاليل؟ لا، ادي على طول محاليل، بس ما تديش كميات كبيره، يعني ادي كميات كذا لغايه ما تيجي لك نتيجه المعمل، لا تنتظر نتيجه المعمل وابدا في اعطاء المحاليل خوفا من حدوث صدمه دمويه ونفوق الحيوان. المايلد كوليك بدي من حدود 8 ل 10 لتر في الساعه، 8 ل 10 لتر في الساعه لو هي حاله مغص بسيطه. ده السيفير بقى، لحالة السيفير كوليك اللي قلنا عليها بقى، تضغط على الجم ما ترجعش الا بعد 4 ثواني، تشد الجلد بتاع الرقبه ما يرجعش الا بعد 6 ثواني، البي سي في عاليه، الحيوان ديبريزد، الكلام اللي قلناه الساينوزس ميوكوس برين. بدي الجرعه 80، قول 80 مللي، هو انا كاتبها 80 ل 100 حسب الكتب ما بتقول، لكن خلينا نحسب على 80، 80 مللي للكيلو. 80 مللي للكيلو يعني ايه؟ يعني 8 لتر للايه؟ لل 100 كيلو. طب يعني ايه لل 500 كيلو؟ قد كام؟ 40 لتر. لو عندي حصان، هقول مثال بعد كده، لو عندي حصان 500 كيلو يبقى ده محتاج 40 لتر في خلال 24 ساعة، ما ادهمش طبعا كلهم مرة واحدة، وده تفصيل هتكلم لما نيجي اتكلم على الاوبستراكتيف كوليك. كده الوقت ساعة، فهنبدأ نستقبل الأسئلة من حضراتكم، والجزء الثاني من المحاضرة هياخد برضو ساعة، فمش عايز أزود المعلومات عليكم والمعلومات تدخل في بعضيها. الكلام اللي كله بقوله ده كلام عام للمغص عامة، لكن هبدأ بعد كده أمسك نوع نوع وأتكلم عنه بالتفصيل. فدلوقتي اللي عايز حضراتكم أختم بيه كلامي، لو المغص شديد ناتج من لكمة أو من نفاخ غازي، يبقى الحصان اللي وزنه 500 كيلو محتاج 40 لتر محلول ملحي خلال 24 ساعة، أوزعهم على كل 6 ساعات أدي جرعة. ممكن بقى أدي جرعة منهم أورالي، ممكن أدي جرعة عن طريق الريكتم، ممكن أدي جرعة عن طريق الانترافينوس. بس في الجرعة الأولانية ممكن أبدأ ب 20 لتر. الكلام ده يا جماعة بفضل الله كله موثق ومن كتب ومن ابحاث، يعني انت لو قريت المحاضره انا مسؤول على كل كلمه فيها. يقول لك اول حاجه ادي 20 لتر في خلال ساعه، لذلك حاجه في الحقن الوريدي ده بيسموه، في حاجه اسمها بولس وحاجه اسمها فيوجن،
لو حد قرا في الكتب يقول لك ايه العلاج بالبولس، فلويد ثيرابي بالبولس او انفيوجن، ايه الفرق بين البولس وانفيوجن؟ في عبوات كده 5 لتر، كيس كده كبير 5 لتر، معرفش موجوده هنا في السعوديه ولا في دول الخليج ولا في عندكم، ده بتستخدم بره كتير، 5 لتر كلهم كده في كيس، وتروح مركب الجهاز المحلول او تركب كانيولا وتفتح الجهاز للاخر كله ينزل على طول، بحيث 5 لتر دول او ال10 لتر بعد كده او 20 لتر يخلصوا خلال ساعه بالكتير. ده اسمه بولس. في بولس في افيوجن بقى ان انا انقط، اقعد انقط الحيوان المحاليل خلال الجهاز على طول شغال 24 ساعه، ده اسمه فيوجن. لا لا، انا محتاج ادي بولس في الاول، ادي الكيس كله اللي هو 5 لتر ده، بعديه كيس تاني، بعديه كيس ثالث، يعني ممكن ادي لغايه 20 لتر في حاله مره واحده خلال ساعه في حالات السيفير امباكشن. وقلنا ممكن ندي قبليها جرعه الهايبرتونيك سوليوشن اللي هي 7.2%. الدكتور عبد الرحمن بيقول في موجوده عبوات 5 لتر. طب كويس يا دكتور، يبقى دي بنستخدمها في الخيول. طيب هنخدم بالشريحه دي، نقف عندها ولا في حاجه تانية؟ انا بحس ان بعد لما نيجي بيتكلمنا عنه متى يتم اعطاء محلول كلوريد الصوديوم 7%، قلنا في حالات السيفير كيسز عشان نسحب الميه من الانسجه وندخلها على الدم. طب لمدة كام يوم بنعطي المحاليل؟ برضو حسب الحالة، كل يوم أفحص الحالة وأشوف، ممكن أقعد أدي 3 أيام 4 أيام وريدي وعن طريق الفم وعن طريق الريكتم. والعلماء قالوا ممكن الحيوان بياخد من 30 ل 50 لتر يوميا. طبعا أنتم مستغربين الكميات، يعني كتير من الدكاترة يبعت يقول لي أنا اديته يا دكتور 2 لتر محلول ملح، الحصان 500 كيلو اديته 2 لتر، ده دول يا جماعة ما يعملوش حاجة، ده كمية المحاليل أصلا اللي في الجسم، جسم الحصان 300 لتر اللي موجودة داخل الدم وخارج الدم وفي الأنسجة، ولما بيفقد وجاله جفاف بيفقد 75 لتر، لما بيجيله جفاف شديد بيفقد من 300 لتر اللي موجودين اللي سيركوليتنج واللي موجودين انترا سيلولار واكسترا سيلولار واللي في البلاد، بيوصل بيفقد 75 لتر. فازاي اديله 2 لتر محلول ملح يعالج ازاي 2 لتر ولا 5 لتر ازاي؟ انا بقول مد لغايه 30 ل 50 لتر. دكتور احمد جزاك الله خيرا يا دكتور، هل يجوز البدء بالفلوكسين مباشره في السبازموديك كوليك؟ سؤال جميل، ممكن يا دكتور، بس بدل انا لو تاكدت ان هو سبازموتيك الافضل ما ادي البسكوبان مع الانالجين، لكن في بعض الدكاتره وبقى المربين كلهم عندهم في الاستبلات الخيول دايما على طول اول اي مغص يجي يروح معلق الفلونجوزين، مديله الفلونجوزين ممكن طبعا، لكن انا لو انا اللي هعالج ادي. بنرحب بالدكتور محمد عصام معانا، مدير مؤسسه اوميجا والراجل المستضيفنا دايما في بيته، ونديه المحاضرات، ربنا يجعله في ميزان حسناته ان شاء الله. ماشي يا دكتور احمد، انت بتقول الاسبازموديك هل ممكن ادي فينادين او فلونجوزين مجلومين؟ ممكن. نرحب بالدكتور رضا وجميع الزملاء. الدكتور بيقول هواي not use steroidal to relief pain. سؤال جميل يا عمران. يا عمران الاسترويدال ما تعملش ريليف للبين، الديكساميثازون ما بيعملش ريليف للبين، الديكساميثازونات او الاسترويدال او الكورتيكوسترويدز ده انتي انفلاماتوري، انتي انفلاماتوري بات نوت ريليف ذا بين. دي نقطة مهمة جدا، وارجع لمحاضرة اللي اديتها عن مضادات الالتهاب، الديكساميثازونات مضاد التهاب وليس مسكن للألم، بينما النان استرويدال بيشتغل 3 حاجات، انالجيسك، انتي بايريتك، انتي اندوتوكسيك، اللي هي بقى الكيتوبروفين والميلوكزوكام والفينادين والسيكلوفيناك صوديوم، بيشتغل 3 حاجات، مضاد التهاب ومنخفض حرارة ومسكن قوي للآلام، بينما الديكساميثازونات لا تزيل الآلام. سؤال كويس إن الدكتور سأله عشان نصحح معلومات كتير من الدكاترة. يلا يا جماعة الأسئلة معانا كمان 5 دقايق.
ابو الرحمن قال بالنسبه لتحضير المحاليل ليه تجربه ملخصه، لابد من ان الكيماويات نوعيه نظيفه، وبعد تحضيرها نعقمها باستخدام سيرنج فلتر 0.45، يعني في سرنجات للتعقيم للمحلول ده قبل ما نستخدمه. طبعا كلامك صح يا دكتور، لما ندي اي حاجه وريدي لازم الميه تكون مغليه، او نستخدم ديستلد ووتر، او نجيب ملح، او نجيب العبوات الجاهزه اللي هي بتتباع. طبعا الخيول غاليه، فما فيش داعي مشكله ان انا استخدم عبوات جاهزه على طول. مفيش اسئله تاني؟ انا متوقع ان انا النهارده هتهري اسئله. الدوفلايت يا دكتور، الدوفلايت ابو عبد الرحمن بيسأل على الدوفلايت. الدوفلايت ده يعني في جزء في المحاضره ان شاء الله هقوله المره الجايه اسمه سبورتيف تريتمنت، يعني ادي حاجه ليفر تونيك، ادي دوفلايت عشان يزود الامينو اسيد في الجسم، ده كلها سبورتيف، لكن ما هوش اساسي في علاج المغص، اسمها سبورتيف. والبيكا هيبار برضو ده حاجات كلها سبورتيف. البيكا هيبار والدوفلاي ده هتكلم عنه ان شاء الله المحاضره الجايه لما اتكلم على كل نوع من المغص بالتفصيل. لازم السبورت في تريتمنت ده اللي هو البيكا، دي كلها حاجات مساعده، لكن انا النهارده بتكلم على اساسيات اللي هم الثلاث حاجات، بين ريليف والفلويد سيرابي والمزلقات زي ما اخواننا السوريين بيقولوا عليها، مزلقات او المسهلات عشان اطرد الاكل والغازات الموجوده في الامعاء. النهارده اتكلمت على فكره عامه على البين ريليف وانواع المسكنات ايه، اتكلمت على المحاليل دي مهمه جدا. المحاضره الجايه بقى هتبقى تطبيق يعني سهل جدا، هتكلم على المزلقات او المسهلات وانواعها واستخداماتها. هل ممكن نعطي جلوكوز علشان يعطي طاقه؟ برضو ده يا دكتور مهم، هنقوله برضو في المحاضره الجايه. ده من السبورتيف تريتمنت، لو الحال ما بياكلش بقاله يوم او يومين اديله جلوكوز 25% او 10% عشان يدي طاقه. بارك الله فيك. طبعا ده كله هنقوله ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. دكتور ايهاب جزاك الله خير. يلا يا جماعه اسئله معانا، اسئله تانية؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من الدعاء.